خليني احكي لك القصه من الاول. في موبايل اسمه سامسونج A71، الموبايل ده نزل في الاول بسعر عالي شويه وبعدين وصل لسعر ممتاز جدا 6000 جنيه، وانا شخصيا كنت من المقتنعين جدا بالموبايل ده ورشحته لكذا حد من صحابي، والناس كانت راضيه عنه جدا ومحدش جه اشتكى منه او قال اي كلمه سلبيه عليه، لحد ما جه حصل ان تم فرض ضرائب جديده وجمارك وكذا وكذا، ففي الاخر اسعار الموبايلات في كل الشركات رفعت جدا، والموبايل ده تحديدا سعره وصل ل 7800 جنيه، فبقى فئه سعريه بعيده جدا. لكن لحسن الحظ شركه سامسونج قررت ان هي تنزل في الفئه السعريه الاقل موبايل جديد، والموبايل ده هو بالظبط الـ A71 مع شويه تطويرات وللافضل. بمعنى الموبايل اللي موجود معايا النهاردة هو M51، الموبايل ده بيجي ببطارية 7000 ملي أمبير، 7000 ملي أمبير، يعني لازم تتخيل الرقم، وبصمة جانبية، باقي المواصفات متطابقة جدا مع الـ A71، وبسعر 6666 جنيه، يعني أرخص من الـ A71، وكمان ممكن توفر أكتر من 550 جنيه وتشتريه بسعر قريب من 6100 جنيه. دي حقيقة. كل اللي هتعمله ان انت محتاج تدخل على موقع luckyegypt.com، وبمجرد بس ما تدخل على الموقع وتعمل اكاونت هتاخد 50 جنيه هدية، والاهم انه بيقدم لك كاش باك بيوصل لاكتر من 50% لاكتر من 200 موقع تسوق مصري وعربي، منهم مواقع كتير زي سوق، جوميا، امازون السعودية، الامارات، علي اكسبريس، بوكينج، نايكي، اديداس، اكتر من كده بكتير، 200 موقع. فكل اللي هتعمله انك هتدخل على موقع لاكي ايجيبت، هتختار الموقع اللي انت عايز تشتري منه، وخلينا نفترض ان هو مثلا سو بيقدم لك كاش باك 8%، اختار السامسونج M51 اشتريه عادي جدا، واول ما ترجع لموقع لاكي هتلاقي 8% نزلوا لك 533 جنيه زائد ال 50 جنيه اللي انت خدتها في الاول، والفلوس دي كلها تقدر تسحبها بكل سهوله من اي فرع من فروع امان، او تحولها لحسابك البنكي، او تشتري بيها من ابلكيشن لاكي. كمان لاكي هتختار 50 فائز ل 50 مشتري من هنا ولحد اخر شهر اكتوبر اللي احنا فيه، هيكسبوا موبايلات فلاج شيب غالية جدا وسماعات وحاجات يعني مثيرة جدا، ولك هتعلن عن الفائزين عندها على اكاونت انستجرام، فتأكد انك متابعهم هناك، وبالتأكيد لينك الموقع هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. وتعالوا نرجع مش لوحش سامسونج، المرة دي هسميه عملاق سامسونج لانه عملاق جدا في كل حاجة. الموبايل هنا تصميمه بيجي بلمعة مختلفة شوية عن اللي كنا بنشوفها من سامسونج في الفئة المتوسطة، لغة التصميم ما بقتش قوي، بس هنا الظهر فيه لمعة اكتر. الموبايل بيجي مصنوع من البلاستيك او من البولي كربونات، وهنا مفيش اي بروز للكاميرات عن جسم الموبايل، وده طبيعي جدا لسبب لان الموبايل تخين، يعني تخين بجد مش هزار، 9.5 ملي، ووزنه تقريبا ربع كيلو، ده كله طبعا اكيد بسبب البطاريه اللي هنجيلها قدام. وبما ان حجم الموبايل تخين جدا، فسامسونج استغلت الموضوع ده عشان تحط البصمه هنا في جنب الموبايل. البصمه اول مره عرفت فيها صباعي ما كانتش لذيذه، بس مسحت التعريف ده وبدات اعرفها كده واحده واحده، فقشطه بعدها بقت شغاله معايا بشكل سريع وما قابلتش معايا مشاكل. اما شاشه الموبايل من قدام فتقريبا بقينا حافظينها في موبايلات سامسونج، عندك الهول بانش المشهور موجود في نص الشاشه، حجمه مش صغير تقدر تقول كبير شويه، وعندك حواف ممتازه، ممكن الحافه السفليه كانت تصغر حاجه بسيطه قوي، بس في العموم حواف او استغلال مميز من الشاشه للواجهه الاماميه. اما حجم الشاشه فعملاق نوعا ما، 6.7 انش، وده مناسب للناس اللي بتحب تلعب العاب. كمان عندك دقه فول اتش دي بلس، والاهم من كل ده ان انت هنا عندك الشاشه السوبر امولود الشهيره جدا بتاعه سامسونج اللي بتولد الوان غنيه جدا وبتديك سطوع مش هتعاني معاه تحت اشعه الشمس. وفي الفئه السعريه دي دايما انا بقول لك انت قدامك اختيار من اتنين، يا تاخد شاشه سوبر امولود يا تاخد شاشه بريفريش ريت او معدل تحديث عالي. شاشه سوبر امولود يبقى انت عايز تشوف تجربه غنيه قدام عينيك، ريفريش ريت عالي يبقى انت متارجت الاداء او تحديدا حته سلاسه الالعاب. ففي الاخر الاختيار بالتاكيد بيكون راجع لك انت. اما المعالج فعندنا المعالج المشهور جدا سناب دراجون 730 جي، معالج بيحقق في حدود 280,000 نقطه، وشفناه في اجهزه كتيره جدا، موجود في الاي 71، معالج مستقر جدا ما بيعانيش من ارتفاع زياده في درجات الحراره، بيديك اداء سلس جدا سواء في لعبه ببجي موبايل اللي هتقدر تلعبها على اعدادات اتش دي في جرافيك واتش دي في الفريم ريت وبتلعبها بسلاسه، او في لعبه كول اوف ديوتي اللي بتلعبها على اعلى اعدادات وبكل سلاسه. وعندك امكانيه تركيب شريحتين زائد كارت ذاكره خارجي، والموبايل متوفر بنسخه واحده في مصر، 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت ذاكره داخليه. الكاميرات النقطه اللي بتهم ناس كتير جدا، الكاميرا الرئيسيه 64 ميجا بكسل، كاميرا 8 ميجا بكسل عشان التصوير بزاويه واسعه، وبعد كده عندنا الكاميرتين ال 5 ميجا بكسل اللي هما بقى ايه، ماكرو وعزل وحاجات من دي. اللوك بتاع الصور اللي طالعه من سامسونج في كل موبايلاتها
من اول موبايلات الفلاكشيب لحد الموبايلات الرخيصه بقى واحد، معالجه الصور في كل الموبايلات قريبه جدا لبعض. فانت عندك موبايل ب 20000 جنيه مش هتاخد صور زيه، وبالتحديد او بشكل يعني هيكون واضح جدا في الاضاءه المنخفضه، بس هتاخد نفس اللوك اللي طالع من صور بموبايلات ب 20000 جنيه. يعني لو صورت صورتين كده بالنهار ووريتهم لشخص مش هيدقق قوي، هيبص للصور من بعيد هيقول لك والله ايه ده الصور هنا جميله قوي في الموبايل الرخيص. فمعالجه الصور هنا بالنسبه لي ممتازه في الفئه السعريه دي. مفيش اماكن بتلسع، مفيش اماكن شادو بتقفل، تفاصيل مميزه جدا، الوان سامسونج اللي مشهوره واللي بتخطف العين جدا في الفتره الاخيره لما بتشوف صورها، كل حاجه تقريبا مظبوطه، كل حاجه هتحس ان عينك حابه تشوف الصوره اللي طالعه من الكاميرات دي. وفي تصوير الفيديو هنا عندك تثبيت الكتروني سواء في ال 1080 او في ال 4K. في ال 4K سامسونج اوقات كتير في الفئه المتوسطه ما كانتش بتعمل فيه تثبيت، لكن موجود هنا المره دي. اما الكاميرا الاماميه اللي بتجيب 32 ميجا بكسل، فمش عارف هتصدقوني ولا لا لو قلت لكم ان التفاصيل اللي طالعه من الكاميرا دي اكتر بشويه من التفاصيل اللي طالعه من كاميرا S20 FE الجديد. هي التفاصيل فيها شويه فيكنس او يعني بتكون معموله عن طريق السوفت وير، بس هي في كل الحالات اكتر وشكلها افضل. كمان سامسونج هنا محافظه على الديناميك رينج الرهيب جدا اللي بتقدمه مؤخرا في كاميرات السيلفي. مفيش اي اماكن بتلسع ولا في السماء اللي موجوده وراك ولا في وشك ولا في التي شيرت ولا في اي مكان، وبتتصور بقى في الشمس يعني بجنب والشمس جايه بس في جزء من وشك، بتتصور باي طريقه مع الشمس مفيش حاجه هتلسع، ودي حاجه مميزه جدا وممتازه جدا. طيب الحاجتين اللي بيخلي الموبايل هنا عملاق الشاشه والبطاريه. الشاشه قشطه، في موبايلات كتير بشاشات كبيره، لكن البطاريه اللي موجوده هنا عملاق. انا متاكد ان في ناس قاعده من اول الريفيو لحد دلوقتي عشان تسمع الكلام عن البطاريه. بطارية 7000 ملي امبير، ادتني 10 ساعات سكرين اون تايم مع استخدام شاق للموبايل. رقم خرافي. موبايلات سامسونج الفلاج شيب بتديك مثلا 4 ساعات ونص سكرين اون تايم، 5 ساعات حاجة في الحدود دي، فدي 10 ساعات سكرين اون تايم. يعني لو انت هتمسك الموبايل ده هتعمل فيه كل حاجة في العالم غالبا مش هيخلص قبل نهاية اليوم. ولو انت شخص كده عادي وتستخدم الموبايل يعني زي الناس الطبيعية كده وبهدوء، فقشطة اكد لك ان الموبايل هنا يقعد معاك يومين. وبالتاكيد منفذ الشحن الموجود هنا تايب سي، والموبايل هنا بيدعم الشحن السريع بقدره 25 واط، شحنتها تقريبا في ساعتين ل 10 دقائق، وده رقم على فكره مقارنه بحجم البطاريه المهول جدا ده رقم مناسب يعني مش سيء. اما صوت السبيكر ففلات شويه ومش اعلى حاجه. طيب الخلاصه بقى او الزتونه في الموبايل هنا، دايما في الفقره دي بقول لك ايه الحلو وايه الوحش في الموبايل، بس نادر جدا لما بقول لك ان في موبايل ترشيحي. والموبايل اللي موجود في ايدي ده ترشيح رئيسي بالنسبه لي في الفئه السعريه دي. موبايل فيه كل حاجه، يمكن بس الحاله الوحيده اللي ممكن اقول لشخص فيها ابعد عن الموبايل ده لو شخص ما بيحبش الموبايلات التقيله او شخص ما بيحبش الموبايلات السميكه. لكن غير كده الموبايل ده عباره عن A71 محسن وارخص، فبالتاكيد يعني تمام جدا. وبس دي كانت كل حاجه في الفيديو ده. ولو وصلت معايا للمرحله دي ولسه ما اشتركتش فكده في حاجه غلط. وصلت معايا للمرحله دي يبقى المحتوى عجبك، يبقى نشترك. ممكن بقى تتابعينا على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، كل اللينكات دي موجوده تحت في الديسكريبشن. وكالعاده انا احمد مدحت، سلام.